في أيام كأس العالم توقف الحياة العادية لدى كثيرين، يصبح الحديث الأوحد مباريات المونديال وأيام التي لا تتكرر إلا كل 4 سنوات. هذه الأيام التي تحمل خصوصية هذه المرة بالنسبة للمقيمين في منطقة الخليج العربي، لا سيما الدول المشاركة في المونديال، حيث يصبح التوفيق بين العمل ومتابعة المباريات صعبة. كل ذلك يدفع الكثير من الموظفين والعاملين في مختلف شؤون الحياة إلى طلب إجازة أو الغياب عن الحضور إلى العمل في سبيل حضور المباريات. هذه الغيابات المونديالية تنعكس بحسب موقع غولف تالنت على الإنتاجية العامة، حيث تنخفض في هذه الأيام بفعل الانشغال شبه الكلي بكأس العالم ومبارياته المثيرة. بعد الأربع سنوات نعطل خلص، يعني لو سكر على الأربع أحسن، عرفت شو؟ يعني شغيلي صار إذا بده أي شغل بعد الأربعة خلص روح وين ما بدك، ما في شغل نهائيا. صراحة أثر على السوق بس أنا مبسوط عشان نأخذ راحتنا ونعطل ونحضر راحتنا. لا على الإنتاجية لا، إذا الإنسان يعني برمج وقته ويكون في عنده إدارة للوقت حقيقة ما بيأثر. وبعدين مش كل المباريات لازم تحضر، بس المباريات اللي فيها فرق لها قدرة على انها تعطي انعكاس، يعني تعطي انطباع انه هاي الفريق بيلعب كويس. اكيد والله، في حتى بعد المشاغل بعد المباريات يوقف عملها مباشره، يعني بقول لك ما بعد المباراه. المونديال موجود لكن الانتاجيه في خطر، هل بالفعل مباريات كره القدم اثرت على انتاجيتنا في العمل؟ حسب البلدان، اي بلد اللي ممكن تتاثر اكثر؟ شفتي مثلا في استراليا واليابان وكوريا الجنوبيه اقل الدول تاثرت، لانه قبل ما تبدا ساعات المباريات الساعة 1 ظهرا في توقيت قطر والمملكة تكون انتهت ساعات الدوام عندهم. يعني الدراسة عملت على الموظفين اللي يعملوا من الساعة 9 إلى الساعة 6 اللي اتأثروا ب 21 ساعة عمل تقريبا دول الخليج. اللي بيتأثروا أكثر مننا في أوروبا، بعدين على الدول اللي على خط جرينتش، سنغال وبريطانيا وغيرها. أكثر الدول تأثرا أمريكا الشمالية والجنوبية، والجنوبية أكثر الدول تماما، لأنه على بال ما يبدأ المباريات الساعة 1 يكون بداية ساعات الدوام عندهم، فالإنتاجية هناك عندهم الكرة عبادة، ما ديانة، ما هي مجرد كرة قدم. فهذه أول خطوة. النقطة المهمة، كيف ممكن نستفيد من هذا الموضوع؟ أعجبني جدا، أنا كنت في الرياض قبل كم يوم، قابلت مجموعة بريطانيين يشتغلوا في بروجكت مانجمنت لأكبر المشاريع الحكومية، عاملين تو تيم بيلدينج، يعني جيمز رائعة، يعني التفاعلات الجماعية، عاملين حاجة اسمها شين رياكشن، يسووها مثلا بين المباريات. شين رياكشن إيش فكرتها؟ كل المجموعة يجتمعوا وكل طاولة يكونوا مسؤولين عن مهمة، يعطوهم أدوات وانت تسوي. الآن الفكرة كلها إنه حتبني مسار تمشي فيه الكورة إلى نهاية الطاولة. فكيف تسير الكورة بشكل سلس وسليم؟ المورال منها أو الفكرة منها هذا الجيم إنه كلنا نأثر على إنتاجية الشركة وتحقيق رؤيتها. إذا أي شخص في أي مكان أثر سلباً على إنتاجية الشركة، حيتأثر الإنتاجية الكاملة بالشركة. في حاجة ثانية اسمها cracking the code، كل جهة تعمل كودز يدوروا مسابقات فيها أرقام، هذا وقتها. يعني لو صارت بين الأشواط، لو صارت بين المباريات، لو صار في المكان نفسه في food and beverage، يعني مشروبات ومأكولات، أنت صنعت بيئة كسرت حواجز، عملت ألفة في فريق العمل، زادت الإنتاجية. غير الناس اللي ممكن تعتمد عليهم في الأونلاين، يعني كورونا علمتنا كيف نستخدم الأونلاين. ثلث ربع الأمريكان وثلث البريطانيين يوم واحد على الأقل بيعمل أونلاين. فكيف ممكن الأشياء التاسكس اللي تبغاها تتعامل فيها أونلاين في الأوقات اللي خارج العمل؟ أعطيك إجازتك، أعطيك وقتك تستمتع ونستمتع مع بعض، في مهام معينة أبغاك تخلصها خلال اليوم، أنت عاد رتب جدولك بنفسك،